السلام عليكم اخواتاتي المتتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كي دايره الصحه؟ كلشي مزيان؟ كنتمنىكم اللي شاف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير، بصحه جيده ان شاء الله. اليوم غنخمل معكم الثلاجه، ها انتم كتشوفوا، ها انتم الباب كي داير، وها الخضيره في حاطه، ها انتم كتشوفوا الويمينات والويسيرات. انا غنطرفها معكم ونوريكم كيفاش كتكون وكيفاش كنعاود نصايب داك الشيء. وهاني هاني حكيت هادو ديولها، هاهم اخواتاتي المتتبعين، غنركبهم هنايا في التلاجة، حكيتهم وغندخلهم التلاجة. هاد الدجاجة ديولها هانتوما اخواتاتي المتتبعين، سمحوا لي انا كنصور وشادة اللي قال لك لا تقول عليه. ها هي ملي دخلت لهاد الكابيتات، هانتوما كتشوفوا هاني كديت هنا لتحت، فرشت هاد النانابات هنايا، وهاد الكابيتات هانتوما صوبتهم، باقي ما درتش فيهم داك الشيء. هانتوما اخواتاتي المتتبعين بقاو معايا، وهرب هاد الشيء كلشي غنحيدو، هاد الشيء كلشي هذا الشيء غنحيدو. هانتوما اخواتاتي بعد ما صوبت الثلاجه هاني رتبتها، هانتوما كتشوفوا هالباب خويطه ولا زوين، البيضات في كاينين، هاد لي اللي جا صوبناها القريعه داكشي كاع الحناه، ودرنا الويمينات هنايا، هادي الويمينات هنايا، هذا دويسير على قد الحال، ايوا هادي خضيره، هانتوما كتشوفوا خضيره، ايوا هنا هانتوما كتشوفوا التليليجه ها هي، ايوا نصورها لكم وغنبقى معاكم تاني ان شاء الله منكمل الفيترينه تاني، غندوزو لهاد الفيترينه ها هي، هيا غنطرفوها هانتوما كتشوفوا على روينه، سمحوا لينا روينه ما كاين ما نقول لكم، وهانتوما بقاو معايا ان شاء الله. هانتوما المتتبعين ديالي بعد ما صابت الثلاجه، ها الفريكو ديالها قداش يعني صابته وغسلته، وها التحت هانتوما كتشوفوا كاين الضو، هاني نقيتها صوتها، ها الباب تاعو كي جا هانتوما كتشوفوا، وهانتوما خواتاتو ها الفريق خواتاتي الفريكو تاني لاخر الباب، هاني صوبته وقديتها، وانتوما عطوني رايكم كي جاتكم. هاني نظفتها ودرت فيها الديسير، تويسير على قد الحال، بوينينات، ايوا الشي لي كاين، الويمينات، وبقاو معانا وتمشوا فين. هانتوما خواتاتي بعد ما رتبناها حنا قاديناها الويمينات ودويسير على قد الحال، هانتوما كتشوفو التلاجة راه كبيرة، وخا كنديرو فهداك الشي مكيبانش، إوا لتحت هنا شي سيرو شي دوا ماشي مشكل، فالماسين ديالنا في الكوزين في التلاجة. هانتوما خواتاتي متتبعين، هانتوما كتشوفو، وبقاو معانا نطفيلكم الضو باش تبانليكم مزيانة، حنت درتلكم الضو مبانش ليكم مزيانة. هانتوما متتبعين ديولي، هانتوما كتشوفو التليلة جا صايبناها، هانتوما وشكرا ليكم الله يحفظكم، باقا نكمل معكم الفيديو تاني، باقا مكملتش، باقا غادي نخمل واحد الفيترينا وغنصاوب معكم ان شاء الله، تشوفو عطوني رايكم. هانتوما خواتاتي بعد ما كملنا التلاجة حنا قادينا هاد البلاكار صوبناه، هانتوما كتشوفو رتبنا هاد القريعات، ورتبنا هنايا هاد المونينيكسات غسلناهم، وهنايا داكشي ديال الطحين وديال الزيت هنايا، وهنا كاين القصريات. هانتوما خواتاتي المتتبعين، ونوبة كنوبة شوية شوية، وهذا داك اللي كيطحنو به العصير مع تا سميتو، راني منعرفش نقولو مع تا سميتو، حتى سميتو سبيراتور ولا منعرف. وهنايا كاين السكر، هنايا كاين هاديك التريبيا اللي كنصاوبها، نتوما عرفتوني ما فحاليش انا ندير لها القبش باش كنخدم بها التريبيا. هانتوما كتشوفو هنا عندنا الشوفان، هنايا عندنا السنيدة، هنا عندنا قريعات، وهانتوما كتشوفو خواتاتي المتتبعين. ودابا من الأول خملنا التلاجة غسلناها قدينا، وريتكم هاد البلاكار اللي قلتلكم غنوري ليكم. هانتوما كتشوفو هنايا كاين الطحين، كاين الشقصيريات، وهنا كلشي مزيان. هانتوما خواتاتي المتتبعين، وسمحوا لي على الماكينة لا ماشين كتخدم، راه صدعت ليا راسي. وهنايا هاد هادا هو البلاكار، هاني شديتلكم عليه هانتوما، هذا هو بيت الخزينة شخازنا فيه سطيلات طو الطحين، إوا الحمد لله. وهانتوما خواتاتي المتتبعين، وكنشكركم بزاف، ودخلوا عندي وغوت هاد الفيديو كان عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا بكم عندي بالقناة الجداد وبالناس الجداد وبالناس القدام، اللي دخل عندي دير ابوني وضرب الجرس باش كل يوصلكم كل جديد، كل فيديو يوصلكم ان شاء الله. وانتم اخواتاتي وبالسلامه، والسلام عليكم ورحمه الله في الفيديو في المقبل ان شاء الله.